بلشنا بأول السنة 1/1، مشغلنا عبارة عن أعمال يدوية لنساء وخياطة وتطريز وإبرة ونول ومخرز وصيف وكل شيء يتعلق بأعمال النساء إحنا نشتغل هنا في المشغل. طبعا إحنا بلشنا بس بمساعدة الكوبراتيف والإدارة المحلية، ساعدونا بس أعطونا قرض لمدة معينة، يعني المساعدة إحنا نطلب من الجهات من المنظمات المتواصلة واللي تطلع علينا بالمساعدة بإمدادنا بعمل. إحنا عبارة عن مجموعة من النساء طالعناهن من بيوتهن من العزلة اللي كانن بيها، سوينا هنا عيلة واحدة مثل ما يقولون، هنا نجي فترة معينة نقعد كأخوات مثل ما يقولون بيت واحد عائلة واحدة، نساعد الخياطة تساعد شغالة الصوف، شغالة الصوف تساعد الخياطة، الكوافيرة تساعد البنات كلهن. 29 عامل وعاملة، طبعا 2 بالإدارة والباقي كلهن نساء عاملات، مقسمهن 3 أقسام، قسم للخياطة وقسم للأعمال اليدوية الصوف والنول والمخرز وقسم للكوافير. وحدة مستلمتها، كل قسم مستلمته وحدة رئيسة للعمل هي اللي تديره كله، بالنهاية كلها تدير على كلها، تقدم تقاريرها رئيس واحد مشترك. الشغل لقيته عن طريق احدى صديقاتي. طبعا نحن الشغل كمعنويات كتكاتف بين بعضنا تمام، لكن لحد الان الشغل اللي يعني يجينا من برا يعني في تجانب، يعني اللي مثلا عم نتكلف على خياطه على المواد اللي لازمتنا، نستنى ان شاء الله بلكي يعني يجينا شغل يعني اكثر. بعد ما يعني الشغل هذا خلونا نطلع من بيوتنا نتشارك مع بعضنا، تعلمنا من بعضنا، اللي ما تعرف خياط بلشت تتعلم، تعلمنا نسج الصوف. اشتغل هون بصفه خياطه واساعد في شغل الصوف، جيت هون على طريق معارف دلوني على الشغل وقلت اجي احسن شوي من الوضع، وهو دعم معنوي اكثر. هو عباره عن مشغل للخياطه واشغال يدويه مثل الصوف وهاي، يعني الشغل هون ممتع حاليا. صحيح في صعوبات انه ما عندنا شغل وما اجتنا دعم من الفئات هون، بس الشغل حلو وان شاء الله طموح انه يتحسن الوضع اكثر من هيك.